أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها استمرار الخروقات على الأرض وتخلف الميليشيا عن حضور محادثات الكويت في موعدها الرسمي. يمر اليوم التاسع من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لكن لا شيء على الأرض يؤكد الالتزام بهذا الاتفاق، فما تزال المواجهة مشتعلة على أكثر من جبهة، ويسعى الحوثيون وحليفهم لتوسيع نشاطهم على الأرض في استغلال للهدنة من أجل تحسين شروطهم. رافق تصعيدهم العسكري رغم التهدئة تخلفهم عن حضور محادثات الكويت في موعدها الرسمي، وتذرعوا بعدم التزام الحكومة والتحالف بالتهدئة في تضليل واضح لما يجري على الميدان. فمنذ دخول الهدنة حيز التنفيذ لم يتوقفوا عن خرقها، قصفوا تعزو بقوة كما فعلوا الأمر نفسه في مأرب والجوف ونهم، بمعنى أنهم يقولون شيئا ويفعلون عكسه. وبالرغم من تنصلهم عن موعد بدء المحادثات، لم يحدد المبعوث الأممي موعدا آخر إلى الآن، ولكنه أكد العمل على تخطي تحديات الساعات الأخيرة، مطالبا من الوفود إظهار حسن النية والحضور إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي. مصادر إعلامية قالت إن دولة الكويت أبدت استياءها من تنصل وفد الميليشيا وعدم حضوره في الوقت المحدد لموعد انطلاق المحادثات. وقالت صحيفة الخليج الإماراتية إن الكويت أبدت استياءها الشديد من عدم حضور وفدي الحوثيين وصالح كما كان مقررا لبدء محادثات السلام، ومن عدم الاعتذار عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة لمعالجة أسباب ذلك والاكتفاء بتصريحات صحفية لفرض شروط. ونقلت صحيفة عن أن اتصالات تجري لإقناع وفد الميليشيا وحلفائهم بالحضور إلى المحادثات المفتوحة من دون تحديد سقف زمني لحل جميع المشاكل العالقة. على صعيد متصل، نقلت مصادر صحفية أن الكويت تبذل جهودا حثيثة لعقد المفاوضات اليمنية الجمعة المقبلة. استمرار الخروقات على الأرض وتخلف الميليشيا عن حضور محادثات الكويت في موعدها الرسمي هو موضوع حلقتنا في زوايا الحدث. قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير. لا ملامح لهدنة في اليمن ولا مؤشرات بأن الخروقات ستتوقف رغم مرور 9 أيام على سريان وقف إطلاق النار. تستمر الميليشيا في تصعيدها العسكري على أكثر من جبهة بهدف تحسين شروطها، فيما تتذرع بعدم التزام الطرف الآخر بالتهدئة المتفق عليها في تضليل واضح لما يجري على الميدان. فالأخبار الواردة من تعز تؤكد استمرار خروقات الميليشيا للاتفاق المبرم بينها وبين المقاومة والجيش الوطني، حيث صرح رئيس لجنة التهدئة هناك تنصل الحوثيين وحليفهم عن الاتفاق، وهي لجنة رقابة محايدة وافق عليها الحوثيون. وفي جبهة مأرب ونهم والجوف شهدت عمليات خرق للاتفاق، وهاجمت الميليشيا مواقع الجيش الوطني والمقاومة أسفرت عن قتلى وجرحى. ما يحدث على الأرض لا يتفق مع حجم الآمال والتوقعات المعقودة على لقاء الكويت، بل على العكس تبدو خريطة الحل ضبابية وغير واضحة بالمرة. في الطريق إلى الكويت ينتقل هم اليمن، وفيها وفد حكومي حضر قبل وفد الميليشيا. هذا نموذج لتلكؤ الأخير الذي يوسع من نشاطه على الأرض في تعقيد واضح لجهود السلام. ما شهدته صالة المفاوضات في الكويت يوم الاثنين الموعد الرسمي لانطلاق أعمال المباحثات كان أبعد ما يكون عن بداية طبيعية للمفاوضات، لكن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد يصر على انتظار وفد الحوثيين وحليفهم الذي تخلف عن الموعد لأسباب غير معروفة، وهو ما يعتبره مراقبون هدية يقدمها ولد الشيخ أحمد للميليشيا فيما هي تضع العراقيل لنسفها. ليست المرة الأولى التي يتخلف الحوثيون عن التزاماتهم أمام المجتمع الدولي، ففي كل مرة يصر الحوثيون على إحراج الأمم المتحدة ولا يلتزمون بأدبيات وأسس المفاوضات والمشاركات، بل يذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك، فأوعزوا لبعض قياداتهم بالخروج لمهاجمة المبعوث الأممي ونعته بألفاظ نابية كما جاء في منشور للقيادي الحوثي يوسف الفيشي، وهو ما اعتبره مراقبون خروجا عن اللياقة وتحديا للمبعوث الأممي ونسف لجهوده. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصوف. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور. أهلا بكم سيادة اللواء. اليوم هو اليوم التاسع من بدء ما يفترض أنه سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وما تزال معظم الجبهات مشتعلة، حتى أن الميليشيا تواصل خرقها للهدنة وتحشد أيضا قواتها في مسعى كما يبدو لتوسيع النشاط على الأرض. ما هو موقف الجيش الوطني مما يحصل حتى الآن؟ أولا يا عزيزي، لم يحصل خرق لوقف إطلاق النار، لأنه أساسا لم يحدث إيقاف وقف إطلاق النار. الجبهات مشتعلة منذ الساعات الأولى،
ومن صباح يوم بدايه وقف اطلاق النار صابحوا مأرب والجوفي صاروا خنبرستيين واحكموا حصار تعز واغلقوا كل الطرقات ومنعوا دخول المساعدات وامعنوا في قص الاحياء المدنيه وقتلوا المدنيين وهاجموا فرض اثنين وقتل فيها عدد كبير من افراد القوات المسلحه ومن القاده وهاجموا سروح وهاجموا كثير من المناطق. هي عمليات هجوميه مستمره وكذلك في الشماليه الغربيه لم يوقفوا اطلاقا. هذه هي المره الثانيه التي يضع فيها الحوثيون وعلي عبد الله صالح الامم المتحده في زاويه الاحراج، المره الثالثه يعني، المره الاولى حين ذهبوا اضعاف الوفد المقرر، والمره الثانيه حين رفضوا الحوار وفق الجدول المقرر من الامم المتحده، وهذه المره حين رفضوا الحضور الى الكويت نهائيا. هم يقولون شيئا ويفعلون شيئا، يقولون شيء ويفعلون شيئا اخر، وهذا ما يحدث الان. حينما يتحدثون على السلام فانهم لا يستعدون الا للحرب وليس للسلام، وهذا دليل عملي علمي واضح على الارض. نعم، طيب ماذا عن موقف الجيش الوطني مما يحصل؟ هل تم الرد على الانتهاكات يعني بما يكفله مبدا الحفاظ او حق الرد؟ ام تطور الامر الى حصول مثلا انتشار على الارض وتقدم في بعض المواقع؟ لا لا، لم يحققوا اي هدف على الارض. القوات المسلحه الوطنيه يدون تحمل قصن الزيتون السلام ويتحمل السلاح. صدوا هجماتهم في اكثر من، نعم دفعت القوات المسلحه ثمن باهظ من الشهداء في فرض اثنين او في سرواح، ولكن لم يستطع الحوثي ان يحقق انتصار لا في تعز ولا في سرواح ولا في نفط ولا في غيرها. الجيش والمقاومه الوطنيه ينتصران بامكانياتهما المحدوده. وبالتاكيد يعني الرد امر طبيعي لان الدفاع عن النفس، ومش بس كذا، القوات المسلحه لديها خطط عسكريه للتطوير على عملها بحيث تحقق اهدافها المحدده الى ما تمادى الحوثيين اكثر، وهذا يبدو رد العمل الذي سيحصل يعني. طيب هناك سياده لواء ما سمي بلجان مشكله لمراقبه وقف اطلاق النار، ما هي هذه او يعني هل أشرفت فعلا على وقف إطلاق النار الذي لم يحدث كما تفضلت أنت؟ أين هي الآن؟ هل هي على الأرض؟ ما عملها بحسب علمك؟ حملوا هؤلاء الأفراد فوق طاقاتهم. رئيس اللجنة الأستاذ عبد الكريم شيبان وعضو البرلمان وممثل المقاومة ورئيس لجنة التهدئة والشرف على وقف إطلاق النار في تعز يقول بالفم المليان وبصريح العبارة أن الميليشيات الحوثي وصالح لم يلتزم بالوقف اطلاق النار، وظلت شفان حواري واحياء تعز السكنيه بالصواريخ الكاتيوشا وغيرها، وكذلك في كل المناطق في الشمال الغربيه وفي نهم وفي صرواح وفي الجوف وفي غيرها من المناطق. والجيش الوطني طب بالتاكيد يعني لم يقف مكتوب الايدي، وله خططه العسكريه العلميه الموضوعيه التي سيستطيع من خلالها ان يحقق اهدافه او اهداف الدوله والمجتمع في استعاده الدوله والاستقرار والأمن والحالة السوية. نعم. كما نقول دائما. طيب بحكم خبرتكم سيادة اللواء، سياسيا ما الذي تهدف إليه الميليشيا من هذه المراوغة على مستوى مشاورات الكويت في ظل تأهب عسكري إن صح التعبير بالنسبة للتابعين لها أو ميليشياتها على الأرض؟ هذا الربط العسكري مع التخلف السياسي لمشاورات الكويت كيف تقرأه؟ هم كانوا يريدونها فترة لالتقاط الأنفاس، وكانوا يعني يطمحون في أن تتوقف القوات المسلحة عن أي نشاط ولا تدافع عن نفسها، وأن يتوقف الطيران حتى من التحليق الاستطلاعي الوكائي، يتمكنوا خلالها من تحريك قوات كما فعلوا في تعز، حركوا قوات من الحديدة إلى تعز، وحركوا قوات من بيحان إلى صرواح، وحركوا قوات من أرحاب ومناطق المعسكرات إلى فرض اثنين، لكن تم التصدي لهم. هم يريدون ان يتحركوا بقواتهم وعتادهم بمأمن عن سلاح الطيران، وهذا ما لم ينولهم اياه القياده يعني. طيب يعني هناك تركيز كبير من قبل الميليشيا على موضوع انهم لا يريدون مقاتلات التحالف قصفهم او تحليقها على اجواء اليمنيه، هل فعلا يخافون من ان اي تقدم لهم سيكون مرصود ويريدون ان يتقدموا بشكل لا تكشفه قوات التحالف؟ نعم، هذا بالضبط ما يريدوه. هم على طريقه نجمني ونجمي الاسد يعني، ما ينفعش يعني، او هم يريدون وقف اطلاق نار ومن قبل الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه وطيران التحالف، وهم يتحركون على الارض والسيطره على الارض الجديده، لكن هذا لم يحدث، لم ولن يحدث.
طيب يعني سيادة اللواء، هناك من يرى أن الميليشيا يعني تريد أن تنتزع بعض التنازلات في طريقها أو في طريقتها المتلكئة للوصول إلى هذه المشاورات. برأيك يعني من وجهة نظرك الخاصة، هل ستنجح في ذلك، خصوصا عندما يتهم الكثيرون الأمم المتحدة بتدليل الميليشيا في هذه المشاورات؟ هذا لن يحدث، حتى وإن كان الأمين العام نفسه يدلل هؤلاء الانقلابيين، لكن هذا لن يحدث ولن ينتزعوا أي تنازل. شوف، ما فيش، ليس هناك في اليمن الآن غير الطريقين، لا ثالث لهما. طريق السلام هو طريق آمن، والحوار السياسي للوصول للشراكة وفي السلطة والثروة وفي كل شيء، أو طريق الحرب التي لا رجعة فيها لتحقيق هدف الطريق الأول، لا ثالث لهذين الطريقين. نعم، إذن ينضم إلينا الآن الناشط السياسي الأستاذ يحيى الثلاية. مساء الخير أستاذ يحيى. مساء النور أخي الكريم، أهلا بكم. أستاذ يحيى، هل من مستجدات حول مشاورات الكويت؟ لا جديد، المستجدات المشاورات متوقفة نتيجة عدم وصول وفد الحوثي وصالح الكويت، وبالتالي أمس صدر بيان عن مبعوث الأمين العام المتحدة اليمن أكد بأن الحوثيين هم متخلفين ولا جديد حتى اليوم. طيب، هل من أنباء عن موعد جديد مقرر أو يؤمل أن تنعقد فيه المحادثات إلى حين انتهاء هذه الإشكاليات؟ حتى الآن كما نلاحظ من الجانب الفريق اليمني ومن المشرفة على المشاورات، لا ليس هناك أي موعد، ومرتبط مدى بموقف الحوثيين، إلا أنه يبدو أن الحوثيين لم يصلوا الآن ولم يتحركوا من صنعاء، ما يعني أن هناك تلاعب بالوقت وقد يتم تأجيل المشاورات. طيب، البيان الصادر من المبعوث الأممي أستاذ يحيى لم يشير إلى أن القرار الأممي 2216 وتنفيذه هو ما ستتحدث أو سترتكز عليه هذه المباحثات التي كان من المفترض أن تنطلق، وإلى الآن لم يؤكد انطلاقها أو تأجيلها إلى الآن. هل هناك يعني شعور لدى المتابعين أن الأمم المتحدة تقدم تنازلات شيئا فشيئا أكثر للحوثيين، أو أن الحوثيون فعلا يتخذون هذه الطريقة للضغط على الأمم المتحدة؟ فعلا كان غياب الحديث عن القرار 2016 من الواضح في قرار المجلس في حديث مستشار من العام المتحدة ومبعوث اليمن، والمفترض منه أن يحترم قرار المجلس الذي يمثله والهيئة الدولية التي بتعيث اليمن نيابة عنها. لا ندري ما هي سبب ذلك، لكن المؤكد أن التنازلات هذه لا تخدم العملية السياسية في اليمن، ولن تخدم السلام، ولن تؤدي إلى أي سلام. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ يحيى. أعود إلى سيادة اللواء محسن خصوف. سيادة اللواء لازال معنا؟ يبدو إذن أننا فقدنا الاتصال بسيادة اللواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي. أعود إلى الأستاذ يحيى. أستاذ يحيى، مجددا يعني عاد الحوثيون إلى الحديث عن أن هناك بعض الخروقات من قبل أن بالأصح طيران التحالف لم يلتزم بالهدنة، وأن هناك خروقات حصلت، وهناك الكثير ممن يتهم الحوثيين أنهم هم من بدأوا بهذه الخروقات على الأرض منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار أو بدأ سريانها على الأقل. السؤال يقول يعني، هل تقتنع الأمم المتحدة بالمبررات التي يسوقها الحوثيون للتلكؤ في هذا الخصوص؟ أولا الحوثيون يكذبون مرتين عندما يتحدثون عن خروجات فيما هم لم يتحدثون عن الطيران ووقف التحليب، فيما هم لم يتوقفوا مطلقا عن الاعتداءات على تعز وعلى نه، كما تعلم فأنه حاول التقدم لعدة سباب في منطقة هيلان، واستعادت المقاومة اليوم خلال الساعات الماضية، وكانوا قد سيطروا عليها البارحة أو وقبل البارحة، هذا دليل يؤكد كذبهم. أما الحديث عن أنهم يشترطون ذلك للدخول في اتفاقية في مشاورة السلام في الكويت، فنعلم جميعا أنهم ذهبوا لتوقيع اتفاقيات مع الجانب السعودي دون وجود أي وقف للطيران، وذهبوا إلى ظهران الجنوب ووقعوا اتفاقيات دون الحديث عن أي تهدئة، يعني أنهم يكذبون فقط ويفضحون أنفسهم أمام الداخل والخارج. طيب، هناك إعادة حديث عن ضرورة العودة إلى اتفاقية السلم والشراكة في أن تكون مرجعية للقاء الكويت إن صح التعبير. هل من تقبل لدى وفد الحكومة لهذا الشرط أو البند
الذي يريده الحوثيون؟ لا أعتقد أن هناك حديث مطروح بقوة حول موضوع وثيقة السلم المشتركة. وثيقة السلم المشتركة أنهاها قرار بخطاب رئيس الجمهورية الذي قاله في عدن، وخطابه الذي قاله بعد وصوله إلى الرياض منذ وقت مبكر. الاتفاقية هذه تم توقيعها تحت الضغط وبالقوة من قبل جميع الأطراف السياسية، وأعتقد أنه ليس هناك حد يتكلم عنها، انتهت عفى عليها الزمن، حتى أشياء في الحوار الوطني انقلب عليها الحوثيون، وبالتالي أصبح من المستحيل تطبيقها فيما يخص قضية صادع أو غيره. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ يحيى. ينضم إلينا الآن الباحث السعودي الأستاذ عبد العزيز المهنا. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. أهلا وسهلا. أهلا بكم. هناك من يرى أستاذ عبد العزيز أن السعودية ستكتفي بتحقيق أهم هدف من حربها، ألا يعني هو عملية تأمين الحدود، ولو كان ذلك على حساب بقاء النزاع الداخلي، كيف ترى ذلك؟ أولا يا سيد العزيز، الحرب ليس فيها تبعيض، الحرب بدأت بهدف وسوف تنتهي بتحقيق الهدف. الذي يتضح لنا ولكل متابع الأحداث أنه أن هناك ثلاثة أطراف في المعركة قبيل محادثات الكويت. هناك الأمم المتحدة والشرعية اليمنية والحوثيون وصالح. الحوثيون وصالح والشرعية واضحين جدا. الحوثيون يقولون أنهم سيتعاملون مع قرار مجلس الأمن 2216 ولم يقولوا أنهم راضين بتطبيقه. الشرعية تقول أنها لن تتعامل إلا مع قرارات مجلس الأمن واتفاقيات السلام المبرمة واتفاقيات الشراكة والمبادرة الخليجية. مندوب الأمم المتحدة هو المتأرجح الذي ينقل الأخبار غير الصحيحة والتي تقول بأن الحوثيون موافقون على تطبيق قرار مجلس الأمن. من هنا بدأت ملامح الفشل في محادثات الكويت. أضف إلى ذلك أنه علي عبد الله صالح يروج عبر أجهزة التواصل الاجتماعي أنه مستعد للإنفاق على القاعدة وعلى جيش الحوثيين وعلى الجيش الذي يتبع إدارته لمدة 12 سنة، وأنه يمتلك زمام المبادرة ماديا ولديه استثمارات في أماكن كثيرة سواء في أوروبا وأمريكا أو في الخليج، وعنده القدرة على تمويل مثل هذه الحروب. دائما وأبدا السلام عند العرب في الجاهلية لا يلجأ له إلا الضعيف، والحوثيون أدركوا أن الشرعية عندما طلبت السلام وخضعت لكلام أو لمرايا السيد مندوب الأمم المتحدة بأن الحوثيون راضون بقرار مجلس الأمن صدقوه وجاءوا فعلا من أجل السلام، وفي النهاية لم يأتي الحوثيون للكويت. طيب دعني في هذه نعم لو تتكرم تفضل. في هذه اللحظات هز انفجار عنيف مدينة عدن ونحن الآن نتكلم، وأيضا أطلق صاروخ باليستي من منطقة سحار بصعدة باتجاه السعودية. كيف يأتي هؤلاء للتباحث في الكويت وهم يعملون الآن لإذكاء الحرب وهم يعتقدون أن التحالف قد انتهى وأنهم الآن سيحققون مأربا قويا ربما يكسبهم المزيد من المكاسب بدون وجود محادثات في الكويت؟ نعم أستاذ عبد العزيز، سأعود إلى هذه النقاط وقد ذكرت الكثير من النقاط المهمة، لكن قبل ذلك دعني أتوجه إلى الأستاذ يحيى بالسؤال. أستاذ يحيى، ما هو الموقف المطلوب من الحكومة الشرعية الآن حتى تتعامل مع هذه الخطوات التي يقوم بها الحوثيون في سبيل تأجيل أو المماطلة في مشاورات الكويت؟ الكرة الآن ليست في مرمى الحكومة الشرعية أو في مرمى دول التحالف العربي التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة. الكرة الآن في مرمى الأمم المتحدة التي ظلت تضغط باتجاه مشاورات الكويت وغيرها من المشاورات. اليوم يجب عليهم أن يكون كلمتهم واضحة وأن يتيحوا المجال للإخوة في التحالف وفي الحكومة الشرعية ليكمل واجبهم تجاه إنهاء هذا التمرد. اليوم ثبت العالم أجمع من هو المتمرد. الحوثيون ظلوا يراوغون والمخلوع صالح
ظلوا يراوغون طوال الفترة الماضية أن الحكومة الشرعية وأن التحالف ومن يرفض السلام. اليوم المملكة العربية السعودية قدمت من التنازلات والضمانات والتفاهمات مع طرفي مع طرف الحوثي، وكذلك الشرعية دخلت في أعلنت عن هدنة وخاطبت الإخوة في قيادة التحالف في 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 بالدخول في هدنة، وتم كل ذلك. إلا أنه اليوم انكشف جيدا من هو المعرقل لمسيرة لعودة الشرعية لتنفيذ القرارات الدولية بشأن اليمن، ما يعني أن على الأمم المتحدة أن تكف عن مغالطاتها وأن تتيح المجال لإنهاء هذا الفوضى وحالة اختطاف الدولة في اليمن. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي يحيى الثلاية، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. وأعود إلى الباحث السعودي الأستاذ عبد العزيز المهنا. أستاذ عبد العزيز، أنت جئت إلى نقطة مهمة يعني تتعلق بالسلام عند العرب في الجاهلية، وأن الحوثيون اغتروا بقبول الشرعية بقرار مجلس الأمن وقبولهم بالتحدث عن السلام في هذه الفترة. برأيك هل على الحكومة رفع سقف المطالب في هذا الخصوص أو التوجه نحو حل عسكري يحسم الملف؟ لكي تكون هناك محادثات ناجحة ومضمونة يجب أن يكون هناك طرف بحاجة ماسة إلى السلام، وطرف قوي بقدرة قادر على تقديم مقومات السلام. هذه كلها منعدمة في محادثات الكويت، ليس هناك جانب ضعيف. الحوثيون أقوياء ولا زالوا يطلقون النار والصواريخ ويحاصرون، والشرعية ليس لديها القدرة على تقديم السلام بالقوة المطلوبة، تقدمه بشغف وضعف وليس بقوة. كلمة الإنسانية والوطنية لا تقال في مثل هذه المواقع، هذه مواقع حرب. مواقع الحرب يجب أن تنتهي بنهاية بهزيمة طرف من الأطراف. أما إذا كان هناك أطراف لا زالت تدعي أنها منتصرة وأطراف أخرى تنفي الهزيمة، فهذا يعني أن لا زالت هناك ألوان ضبابية غير واضحة في الحرب، لهذا فالكل سيقاتل. طيب، هذا في سياق التعليق على موقف الحكومة. ماذا عن الأمم المتحدة والدول الكبرى التي يعني يفهم أنها تضغط على دول التحالف العربي وكذلك على الحكومة الشرعية للقبول بالحوثيين والاستمرار معهم على الرغم من هذا التلكؤ الواضح؟ كيف ترى موقفهم؟ أولا ليس هناك تلكؤ فقط، هناك إمداد بالسلاح. السفينة التي كانت تحمل علم الأمم المتحدة والتي واجهتها قوات التحالف في البحر العربي واقتادتها إلى موانئ اليمن الجنوبية كانت تحمل أسلحة قادمة من إيران وتحمل علم الأمم المتحدة، فماذا يعني؟ ليس هناك وضوح حتى الحيادية في هذه الحرب. الحل الوحيد إذا أرادوا أن يكون هناك وضوح يجب أن تبدأ حرب عاصفة الحزم من جديد وبقوة، ولا تنتهي إلا بنهاية آخر حوثي في اليمن، وإلا فلا داعي لمثل هذه المماطلات والمجاملات التي دائما تظهر الشرعية بالمظهر الضعيف. طيب، في السياق الحديث عن أن هناك من يقول أن إيران هي من تحرك الحوثيين بشكل واضح وفق لأجندتها، وهناك الكثير من الملفات الإقليمية التي يبدو أن لإيران يعني خسائر فيها، فالآن قامت كما يقول المراقبون بتحريك الحوثيين لإفشال هذه المشاورات، هل يمكن الاتفاق مع هذا الطرح أيضا؟ يا سيد العزيز، إيران منذ عام 1978 وهو عام انطلاق الثورة الإيرانية لم تكن كاذبة أبدا. إيران كانت تقول أنا سأصدر الثورة إلى كل بلد عربي ومسلم، وتسمي دولتها الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا يعني أن كلمة الجمهورية الإسلامية ستقرن بأي بلد عربي بعد أن تتم تصدير الثورة له. فمثلا إذا نجحوا في سوريا
تكون الجمهورية الإسلامية في سوريا، وإذا نجحوا في العراق الجمهورية الإسلامية في العراق، والمقصود بها طبعا الجمهورية الشيعية وليست الإسلامية. الآن الشيء القائم في اليمن هو بذل الجهد لبناء الجمهورية الإسلامية في اليمن على غرار الجمهورية الإسلامية في إيران. وأنت تعلم والجمهور يعلم من هو عبد الملك الحوثي وكيف تم تصنيعه في قم ليكون نواة دينية كما تم تصنيع حسن نصر الله في لبنان. هذه الجهود أنا أعتقد أنها واضحة وليست في الخفاء. إيران تشتغل على جو واضح أنها دولة طائفية ويتعامل معها الغرب وهو يدرك أنها طائفية، ويتعامل معها اقتصاديا ويوقع معها اتفاقيات. عالم السياسة أصبحت بشاعته واضحة جدا، لا يؤيد وجود عالم متحاضر. نعم، يريد الشرق الأوسط أن يكون بهذا الشكل البشع مليء بالإشكاليات وبالحروب الطائفية وبالعرقيات. نعم. الآن أنت تستمع إلى من يتكلم الإنجليزية والفرنسية يقول وهو يتكلم السنة والشيعة، ولا تسمعه يقول البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس أبدا. يريدون أن يكون في الشرق الأوسط هذا النوع من الصراعات. نعم أستاذ عبد العزيز. نعم، إذن أشكرك شكرا جزيلا الباحث السعودي الأستاذ عبد العزيز المهنا، وهناك حاجة فعلا لتدارك هذا الأمر. إذن مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة أشكركم وأشكر ضيوفي الذين كانوا معنا. في ختامها أيضا تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.